والآن مع سماحة الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وهو يرقي أحد المرضى. اقرأ بسم الله. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على آل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على آل محمد إنك حميد حميد. نعوذ بالله من شر أنفسنا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أرنا لباس رب الناس واشف عند الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لكم. اللهم رب الناس أرنا لباس واشف عند الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر. اللهم رب الناس أرنا لباس واشف عند الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر. بسم الله يرقيك من كل شر من شر كل نفس او عين حاسد. اللهم بسم الله يرقيك من كل شر من شر كل نفس او عين حاسد. بسم الله يرقيك من كل شر من شر كل نفس او عين حاسد. الله يشفيك. بسم الله ما شاء الله ولا يصف سوى الله ما شاء الله ولا يصف سوى الله ولا حول ولا قوه الا بالله ما شاء الله ولا يصف سوى الله ولا حول ولا قوه الا بالله ما شاء الله كان وما لم يشاء ولا حول ولا قوه الا بالله ما شاء الله كان وما لم يشاء ولا حول ما شاء الله كان وما لم يشاء ولا حول. فاللهم اشفه وعافه. فاللهم اشفه وعافه. فاللهم اشفه وعافه. فاللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم الله يعافينا وإياكم المسلمين.